السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم الكرعين على الطريقه ديالي. كما كتعرفوا الكرعين مفيدين بزاف للعظام والهشاشه ديال العظام، مفيدين بزاف للجسم. واليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم على الطريقه ديالي. نبداو على بركه الله. نحتاجوا هنايا الكرعين ديال البقري، هانتوما كما كتشوفوا انا درت هنايا، كل واحد يدير القياس اللي عنده. انا درت هنايا نص رجيله، وعندي هنايا زيت العود مخلط مع زيت المعده وواحد البصيله واحد الفص ديال الثوم، واحد معلقه صغيره ديال لاصوص طوماط، والحمص فايتين مرقدينو في الماء مفزقينو ليله كامله مرقدينو في الماء. والعطريه كما كتعرفوا عندنا هنايا تحميره، سكنجبير، والخرقوم، والملح، والابزار. نسيت واحد الحاجه وهي الكمون، غادي نزيدو حتى هو، غادي نزيد واحد نص معلقه ديال الكمون، كنت نسيتها. هانتوما سكنجبير، معلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال الخرقوم او الزعفران، معلقه ديال الملح، نص معلقه ديال الابزار، ومعلقه ما عمرش ديال الكمون. ونبداو على بركه الله. غادي نشدو واحد كوكوط، وغادي نبداو بالكرعين ديالنا. غادي نديرو الكرعين ديالنا في الطنجره ديال الضغط، وغادي نشدو نبداو بالبصيله، غادي نحطوها كيجيو زوينين بزاف. كنجيبو داك فص ديال الثوم حتى هو تنحطو، كنديرو داك لاصوص طوماط العطرية ديالنا كاملة كنديروها. الحمص ديالنا، الزويته ديالنا، زيت العود مخلوط مع زيت المعده، وكنخلطوا المكونات كامله اللي عندنا. والسر انها باش يجيكم هذا الطبق زوين ولذيذ بزاف، واحد السر بقاو معايا.
غادي نقولها لكم، بزاف ديال الناس ما عارفينوش وما كتجيش فيهم هذيك الريحه ديال الكرعين. هذه الطريقه هذه اللي كنديرها انا، كتجي فيهم هذيك المذاق ديال الكرعين وديك اللذه ديال الكرعين. ما نعاودش لكم كي كيجي، كيجي بنين بزاف 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 بزاف. بقاو معايا حتى الاخير وغادي نقول لكم من غادي نحركوا هاد العناصر كامله. ومنين كنحركوهم مزيان ما كنقليوهمش. انا هاد الطريقه اللي كندير انا وكتجي بنينه بزاف وكتجي لذيذه، جوج حوايج غادي ديروهم، ما تكثروش الثومه، غديروا فص واحد ديال الثوم باش ما كيهرسش هذيك الريحه ديال الكرعين. وحاجه الثانيه هي انكم ما تقليوهمش الكرعين، فاش كتقليوهم كتحيد منهم هذيك الريحه ديال التشواط. ملي كتشوطوهم ملي كيطيبو ما كيعطيوش ديك الريحه ديال الكرعين. هاد الطريقه هذه اللي كندير ملي كطيبوهم وكتصفر الكوكوط كتعطي هذيك الريحه ديال الكرعين، ديك البنه، وكيجيو لذادين بزاف بزاف بزاف. جربوا هاد الطريقه هذه وراه ما غاديش تندموا، راه كتجي بنينه 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 بزاف. ما تقليوهمش، ما تقليوهمش. كيف انكم ديروا العطريه وتخلطوا العناصر كامله ديال العطريه هنايا، غادي تمرقوا تمرقوهم وغتسدوا عليهم حتى يطيبوا. جربوا الطريقه وردوا عليا ان شاء الله. ها نتوما من بعد غادي نمرق، غادي نمرق حتى يطلع الفوق الماء. كما نتوما كتعرفوا الكرعين كيبغيو شويه ديال الطياب، كيبغيو شويه الطياب، ضروري ديروا الماء فوق الكرعين بحال هكذايا. وغادي نسد عليهم، وغادي نسد عليهم حتى يطيبوا، عاد غادي نحل عليهم. كما قلت لكم ما تقليوهمش. وحاجه اخرى الا شكيتوا في الكرعين ما كيطيبوش، غادي ديروا معاهم واحد العظيم ديال التمر. الا شكيتوا تقديتوا ماشي من الجزار ديالكم وخفتوا انه يكون ما غاديش يطيبوا، تزيدوا معاهم هذا الفص كما قلت لكم، عفوا، هذا العظيم ديال التمر، راه زوين كيطيب الكرعين ولا اللحم ولا اي حال اي لحم شكيتو فيه ما كيطيبش. تزيدوا معاهم هذا العظيم ديال التمر بحال هكايا. وغادي نسد الكوكوط، غادي نسد الكوكوط وغادي غادي نسد عليهم حتى يطيبوا ان شاء الله لمده ساعه ديال المقانه، ونرجع ان شاء الله، ونرجع من بعد ما يطيب. هانتوما البنات، هاهم من بعد ما طاب، هانتوما ما شاء الله كي كيجيو غزالين بزاف 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 ولذادين. كنتمنى يعجبكم الطبق ديال اليوم، وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. والناس اللي دخلوا جداد نقول لهم اللي ما دارش ابوني يديرها، واللي ما دارش لايك يديرها. وشكرا بزاف بزاف بزاف، كنشكركم بزاف، وعواشركم مبروكه، وتهلاو ليا فراشكم. يلا سلام عليكم.